بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، الجزء الثاني من الفيديو اللي فيه بزاف ديال المواضيع، مع انه الجزء الاول ما لقاش الاقبال اللي كنت يعني متصورة، لانه فيه بزاف ديال النصايح وفيه كمية من نصايح ام لبناتها، ويعني داكشي تطبيق، داكشي تجربه حياه. نتمنى ترجعوا للجزء الاول، البنات اللي ما شافوا يشوفوا الجزء الاول، وهذا الجزء الثاني ان شاء الله. نتمنى هذا يلقى اقبال عندكم، وني بكم وراني نحبكم كامل. حبيباتي الغاليات، بغيت هنايا نغتنم الفرصه في هذا الفيديو ونعزي واحد الاخت من الجزائر، العاصمه، كتسكن في فرنسا، الام ديالها توفات في الجزائر، وصديقه ديال صديقتي في فرنسا، ونفس الوقت تعرفت انا عليها، انسانه طيبه. اختي فاطمه الزهراء، كنقدم لك التعازي انا والبنات كامل المتتبعات ديالي ان شاء الله، لا من المغرب والجزائريات ومن كل الجنسيات. نسال الله لها الرحمه للوالده ديالك والقبول، وان يسكنها الفردوس الاعلى من الجنه. لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل شيء عنده بمقدار. عظم الله اجركم وعظم الله اجرك اختي فاطمه الزهراء، واحسن عزاكم، ونسال الله تعالى ان يكون مثواها الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا، وان يجعلها من اهل الجنه النعيم يا رب العالمين. الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين. وحبيباتي الغاليات، لا تنسوا الدعاء لهذه السيده الله يرحمها. وهنا حبيباتي نستانفوا الجزء الثاني من البلاصه فاش خليناه عند الجزء الاول. كيفاش دابا هاد الفلوس ديالي خاصهم يتفرقوا لهاد الاضريفه، ياك هاد الشهر هذا كل ظرف باقي فيه الفلوس ديالي. وريتكم الحوت تبارك الله، انا صيفطوا لي العائله ديالي. البنات اللي تكلموا لي، غادي نفتح قوسين ونتكلم، البنات اللي تكلموا لي على اللحم اللي دخلت المجامل، واحد الاخت او جوجات قالوا لي علاش ما تقطعيه، لانه انت دابا درتيه هكاك. هذاك اللحم محطوط ارباع، ثلاثه ديال الارباع، كبير مويان وصغير، كبير متوسط وصغير، على حساب الضيوف في الفران، يجي في الفران يتشوى. فاش كيشيط هذاك الشوى كنفرقو حتى هو في اكياس صغيره، كندير منه في الشربات، كندير منه في الكسكسو، كندير منه مع الرز، كيجي مع الرز رائع. سباغيتي الصراحه اللحم شوي ما كيجيش معاه مزيان. كنحطو هكا، كنقطعو طريفات صغيره وندير فيه عليه البيض مقيله، كيجي بحال الا دايره الخليع. وهكذا يعني هذاك اللحم راه ماشي ديال الطاجين وديال الكوكوت، لا، هذاك ديال المشوي ديال. من المرات يديرو تليفون عائلتك يقول لك رانا جايين، وهذا كتخرجيه كتشارليه وكديريه في الفران. هنا الاضريفه ديالي مفرقين، الا بغيتو تشوفوا بحال تفرقوا ارجعوا للفيديو ديال العنوان ديالو، غادي نقول لكم دابا. دخلوا نقسم معكم مصروفي، تطبيق قاعده لالا مولاتي ومولاتي. هذاك الفيديو هو فيه كيف حاش فرقت هاد الفلوس. كنفرقهم دابا باش ما نشدوش الوقت، نقول لكم هل غندير هل غندير في الاضريفه. هادو كيمشوا للاضريفه. هذا دابا درت معكم التطبيق ديال هاد الشهر. البنات اللي يلاه غادي يبداو هادو الفلوس ديالو، غادي نرجعوا نشدو هاد الفلوس. هذا هو الراتب مثلا ديال واحد الاسره. هاد الاسره هذه كتجلس مع نفسها كتقول ها الراتب، ها حنا كنتفرجوا في الاقتصاد، خديجه كتقول، فلانه كتقول، فلان كيقول، كل واحد اش كيقول لينا. ما بحالاش غنبداو، بحالاش غتبداو، غتبداي بالمذكره. هذا ما غادي يمشي صلاح الا ما بديتي بهذه. غتبداي شحال كيقدك في الشهر، بحالاش غتعرف شحال قدك في الشهر. الزيت نهار فتحتيه نهار تقادى عرفتي. إيترو الزيت الا فتحتيه يوم واحد وتقادى يوم 20، يعني إيترو كيديك 20 يوم، يعني إيترو نص للشهر، فهمتيني؟ نص كيلو ديال اتاي داك من يوم واحد حتى ليوم 5 في الشهر الجاي الاخر، يعني داك شهر و5 ايام، غادي نقولوا نص كيلو ديال اتاي للشهر. جوج قوالب السكر من واحد حتى ل 30، يعني جوج قوالب داك السكر. هنا كتسجلي الثمن ديال جوج قوالب شحال، الثمن ديال نص كيلو ديال اتاي شحال، الثمن ديال ليترونس ديال الزيت شحال. هاد راه غير نماذج، كنعطي امثله، يعني ما تدوش على ديك 500 غرام ديال اتاي وتقولي لا لا. انا غير كنقول لكم مثلا بوطه داتني يوم واحد في الشهر حتى ل 30 في الشهر،
200 غرام ديال الخميره ديال العجين كفاتني في الشهر، كرطونه ديال البيض كفاتني في الشهر. صافي هنا كتسجلي المصاريف، كتضربي هذاك الحساب، قدري انت زيدي واحد شويه عليه، قدري غتقولي مثلا 1000 درهم كافي انا في اللحم والدجاج والخضره والهري. ها هي حيدناه، الضوء عندنا، ها جانا، ها الماء، ها التليفون، ها الانترنت، نقولوا مثلا 400 درهم، ها هي حيدناها نحطوها هنايا. بقى هذا الشيء، خاصني فلوس المدرسه مثلا ديال الوليدات، نقولوا ها 1000 درهم مدرسه ديال الوليدات. بقى عندي هذا الشيء، بقات عندي 1600 درهم، 1600 درهم هذه الاسره هذه بقات ليها 1600، غنسموها ام كريم، ام كريم بقات ليها 1600 درهم. حبيباتي الغاليات، هنا ديشارجالي الباتري فاش مشيت غيرتو ودرت الكاميرا تصور، ما عرفت مال الكاميرا، ما التصوير جاني في الشكل، مع انه ما مسيت حتى شي حاجه في الريغلاج، ولكن نتمنى تقبلوا عليا هذا الفيديو. حبيباتي وقفت عنده 20 مره، كتكملي على كارت عمار، هذا كتوقف البورطابل، ما كنعرف فين وقفت. المهم قلنا ام كريم بقات ليها 1600 درهم، 1600 درهم اش غادي دير بهم ام كريم؟ سيده شنو غادي بها ام كريم دابا؟ هاد 1600 درهم غادي خاصها الادخار، ضروري يكون عندنا شي حاجه ندخروها. كلنا عندنا اهداف، الناس اللي ما عندها هدف تحط هدف، واللي ما عندها السفر تبغي تسافر، يعني مشات العمره، مشات الحج، عندها السياره، عندها الدار، عندها الفيلا، عندها كل شيء، قرات وليداتها وصلوا، كيكون عندهم هدف، سيروا سافروا تستمتعوا بالحياه، ديروا واحد الهدف عندكم. ام كريم باقي وليداتها صغار، وباقي حديثه في الزواج، وباقي بزاف الاشياء، يعني عندها بزاف ديال الطموحات والاهداف. اش كدير هاد 1600 درهم؟ خاصها توفر للعيد، توفر رمضان، توفر للملابس، توفر للصحة، توفر للإصلاحات في البيت، خسرت لها شي حاجة في الدار، توفر للسفر باش إلا كان عندها شي سفر وشي حاجة تلقى فلوسو، وتحط للطوارئ. اش غادي دير عندها هنا 1600 درهم؟ خاصها هاد 1000 درهم نقولو تحيد منه واحد 200 درهم باش ما تهز منه، غدير 100 درهم ديال الطوارئ لهاد المصاريف ديال الشهر، ديال هاد 1000 درهم ديال الدار، ديال هاد 100 درهم ديال الطوارئ ديالها. اش عندها هنايا؟ عندها هنايا 700 درهم، هاد 700 درهم تفرقها على الصحة، دير اضريفات تكتب عليهم الصحة، او علب بطاط، وتحط كل شهر فيه واحد المبلغ. هنا هاد المبالغ كتبدا برمضان والعيد، كتشوف مثلا العيد كيك فيها 1200 درهم حولي صغير، 1500 درهم حولي جايبها 1700 درهم، كتفرق هذيك 1700 درهم. عندها مثلا السياره، لاسورونس ديال السياره، هذا الضريبه ديالها، التامين، غنتكلم بالعربيه، تامين السياره وكل شيء، كتفرق هذوك المبالغ، كتخلصهم من السنه للسنه او من 6 شهر ل 6 شهر، الا كان من 6 شهر تفرقهم على 6، والا كان من السنه تفرقهم على 12، وتبقى كل شهر تحط هذاك المبلغ ديالهم. راه قلنا هنا يمكن ام كريم ما كاريه، الا كانت كاريه راه خاصها تحط فلوس للكيرة. هنا كتوفر فلوس، قلنا تحط واحد المبلغ للسياره الا عندها السياره، تحط واحد المبلغ للصحه، كل ما كانوا الدراري الصغار كتحتاج فلوس بزاف للصحه، تحط فلوس للملابس، الملابس البنات راه ماشي ضروري، وقت ما خرجنا للسوق شفنا شي حاجه عجبتنا راه خاصنا نشروها. على فكره واحد الاخت دابا كنت كنقرا في الكومنتات لقيتها بغات بحال هذا البودي نصوروا ليها، ان شاء الله غير نسالي التسجيل غادي نحيدو ونصوروا لك باش تشوفي، هذا راه غير من هنايا هو صغير، يعني غادي نهضروا عليه. خليني نرجع، قلنا الملابس، خرجت شاف شي، ماشي اي شي حاجه شتيها، لا كتشري المحتاجه له من الملابس، ملابس الصيف تشريهم في الشتاء، وملابس الشتاء تشريهم في الصيف. علاش؟ لانه في الصيف ملابس الصيف ملابس الشتاء ما بغاهم حتى واحد،
كيكون مول الحانوت باغي غير يحيد هذيك الموضه عليه باش يدخل موضه جديده. الا بغيتي يا بنتي عندك غير 4000 درهم دخل او 3000 او 2000 وباقي كاريه والدراري الصغار وبغيتي تلبسي الموضه، نسايه الموضه عليك، لبسي على قياسك، لبسي اللي يصلح لك، فلوسك على قد فلوسك. اللي بغات تشري السميه ديال الشركه معلقه على ظهرها وعلى سترها خاصها تكون شد من فوق 10000 من فوق. هذا بالنسبه للملابس. كاين البال، كتمشي للبال كتختاري حويجات، كتمشي عند واحد مول البال غير يجيب الكوليه ديال البال، كتختاري حويجات زوينين جيبيهم صبنيهم مزيان وعطيهم الخل مزيان، الخل الابيض البنات اللي غادي نفتح قوسين، الخل الاحمر راه مخصص للطعام عباد الله. جاو شي اخوات كيهضروا على الخل الاحمر، الخل الاحمر للطعام ليس للتنظيف، وقت تبقاو تقولوها 1000 سنه. المهم نجو للملابس، قلنا تبعيهم خل ابيض، عقميهم، نشفيهم، صلحيهم ولبسيهم. جيبي حويجات، كتجيبي حويجات زوينين منه، الا الاحذيه ما ننصحكمش تجيبوهم منه، والملابس الداخليه شري غير الملابس، المونطوات، سراول، التريكوات، التيشيرتات، عطا الله البيجامات، الا الملابس الداخليه ما تشريهمش منه. الملابس الداخليه شري كميه كبيره من الاسواق الشعب، بحال سوق الحاد، بحال الاسواق اللي كتكون بحال عندنا حنا شارع الواد، كتمشي كتشري الوليدات دوك السوفيتمات، هذا الكالسونات، التقيشرة، داكشي شري كميه كبيره وخليها عندك في الدار دائما ريزيرف، حطي سبعه الملابس الداخليه، سبعه من الحاجه لكل شخص، كل نهار الاثنين، لان الملابس الداخليه كتغير كل نهار. والنهار الحد لابس هو او نهار السبت لابس وحده، صبني هذوك السته رجعي، وهكذا كتبقى عندك دائما سته في الماريو والسابعه لابسها، يعني بدلها حطها، هانتي نهار توصل السته عندك خاصك تصبني، والعيال اللي كيصبنوا كل نهار نفس الشيء، غير هو راه الماكينه ما كتوكلش التقاشر وما كتوكلش الملابس الداخليه، راه غير نتوما كتمشيو لكم وكتبقاو كيطيحوا لكم تحت الافراح او العصاره ديال الماكينه هذه العاديه، كيطيحوا لتحت فيها لهذا، جمعيهم فواحد الشبيكه وديريهم يتعصوا. من المصروف مشيت كنعطيكم نص باش عرفوني ام ديالكم، ماشي جايه نهضر لكم بلا بلا بلا، راني امكم كنصحكم من قلبي يا البنات، الله شاهد عليا. صافي ملي تفرقي هاد الفلوس على الاضريفه كتبقى لك هنايا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة 800 درهم الى البنك. رانا هنايا درنا المصاريف الخاصة، الحلاق، الحمام، حيدوا القهوة، الراجل المرا اللي الزوجة لا كيدخن يحاول يحيد التدخين، المقاهي الجلوس في المقاهي صاوبي ليه جلسات انتي في الدار، يبقى مرة مرة يمشي للمقاهي، ولكن يوميا يوميا راه بحال الا كيخسر الفلوس ديالو، خاص بحال عنده دار اخرى. اللي كيمشي للمقهى يوميا راه بحال عنده دار اخرى، مصاريف اخرى، او كيصرف على السياره جوج خطرات. هكذا هذا هو التقسيم البنات اللي يلاه باديات هنا، هادو ديال الدار، هادو ديال الدار ولكن السنه ديالنا وديال الدار السنه كامله، غادي يبقاو عندنا كل شهر، ملي يجي العيد عندنا فلوسنا، ملي جا رمضان عندنا فلوسنا، ملي مرض شي واحد عندنا فلوسنا، بغو نتقداو الملابس عندنا فلوسنا، بغو نسافروا عندنا فلوسنا. هادو هما الادخار ضروري منه داخله، واخا غير 300 درهم للشهر، نقطه نقطه يحمل الواد، ولكن باش ما تكون عندك ادخار نساي 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 نساي، خاصك يكون عندك الادخار وتحاولي كل شهر تحدي وتزيدي تحدي وتزيدي. نرجعوا لواحد القاعده البنات، هاد الاضريفه دابا اللي فرقنا فيهم هاد الفلوس، غنحيدوا هاد الفلوس دابا، غتفرقوا في الاضريفه، ها هما الاضريفه. مشيت قديت اللحم شاطر الفلوس ديال اللحم، نرجعهم للظرف ديال اللحم، مشيت قديت البوطه الفلوس ديال يرجعوا للظرف ديال البوطه، مشيت قديت هذا الخضر والفواكه شاطيه شي نرجعوا للظرف. اخر الشهر عندك اختيارين، يا اما تخلي هذوك حتى لاخر السنه وتحاسبي مع نفسك وتشوفي شحال وفرتي وتهزيه وتديه للادخار، يا اما كتهزي منه اخر الشهر وكتدخليه في التحديات، دوك القريعات اللي كنا درنا.
ان هذا هو بحالاش ياك. دابا سالينا من هادو فهمتكمش ما نطول عليكم، غادي نجيو لواحد الحاجه اخرى، نجيو للنقطه الاخرى. البنات حبيباتي الغاليات، بالنسبه لبعض البنات قبل كنت شفت هاد الكومونتيرات شفت هاد، ولكن دابا ما بقيتش كنشوفو. ولكن انا بغيت نعطيكم واحد، نشرح لكم واحد الحاجه. دابا بزاف ديال الناس، هذه هي القريعه ديال الكيلوات، باقي ما وصلت فيهاش بزاف، وهذه الدخان، وهذا حتى هو تحديات. هاد التحديات بزاف ديال السيدات الراقيات كلاس غيقولوا ويلي على تخلف قراعي دايرين، علاش مالهم ما يهزوا الفلوس يدوهم للبنك يهنونا ويجمعوا هاد الشيء في واحد الحاجه. حبيبتي الراقيه السيده الكلاس، حتى حنا رانا كنعتبروا انفسنا شويه راقيين وشويه كلاس حتى حنا، ولكن كسيدات نوع من التحدي. ماشي ضروري تشوفي انت العلبه او تشوفي القرعه او تشوفي هاد لابواط هادي او البيدو، هاد البيدو هذا على فكره هاد الفلوس راه ديال هاد البيدو هذا، راه غير جبتهم باش ندير معاكم. تبارك الله هاد الشهر كانوا عندي طلبيات بزاف، الله يزيد ويبارك ان شاء الله. غادي نرجعهم ونرجع نتكلم لكم على البيدو والقريعات والجاجات وهاد الفلوس اللي البعض غيشوفهم نوع من التخلف او يشوفهم نوع من ماشي شي حاجه منظر ماشي زوين الناس دير فلوس في البنك. حنا كنتحدوا انفسنا، ما كيهمناش البيدو، ما كتهمناش العلبه، ما كتهمناش الزجاجه ولا القرع، كيهمنا داك التحدي ديالنا حنا فين بغينا نوصلوا به. واش كنعرفوا نتحدوا انفسنا؟ واش عندنا شي عزيمه؟ واش عندنا شي افكار نطبقوها على ارض الواقع؟ الافكار ديالي ملي نطبقها على ارض الواقع، مثلا جمعت الفلوس هنا الا درت الصاله ديالي صبغتها هذاك راه انجاز، لاني انا على قد انا سيده من المجتمع المغربي البسيط يعني، ومنيته في الحياه يمشي للحج يمشي للعمره يكون مزيان مع الله سبحانه وتعالى، يكون مزيان مع الاخر ويربي وليداته مزيان ويدير عشيش فين يسكن ويوكل قويميله تحت ستر الله، سواء فيها الحيمه سواء ما فيها، ولكن على القياس. هذا هو انا كنخاطب هاد الناس، انا مع هاد الناس، انا مع هاد الناس اللي بغاو غير يوصلوا وليداتهم يقروهم ويكونوا مزيانين مع الله ويحبوا الله باش يحبهم الله وتحت ستر الله. حنا ماشي ديال حنا بساطة، حنا ناس كنطلبوا من عند الله نكونوا في القمة عند الله، وفي الدنيا ما يهمناش ما يهمناش هذا المستوى، كيهمنا المستوى عند الله. وإلا درنا الفلوسات في القريعات وفي الجاجات وفي هذا حنا راضين بخير مع الله. مهم راه كنعرفو البنك وعندنا حسابات بنك، ولكن كنتحدو انفسنا كيشجعنا فاش كنشوفوهم. انا ما كيهمنيش البيدو، كيهمني نشوف انا التحديات ديالي فين وصلت بهم. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم، وما تخجلوش من البيدوات ومن القريعات ومن اي حاجه جمعتو فيها الفلوس او اي حاجه، واخا تصبغي دارك غير تصبغ هذا الماء، واخا غير بريك ما تخجليش، المهم درتيها بالحلال وبعرق كتافك فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم. حبيباتي حبيباتي الغاليات، يوم 16 ان شاء الله في الشهر الجاي غادي نجيب لكم فيديو ديال التحديات ديالنا فين وصلنا فيهم، شحال غادي نحط ونشوفوا شحال وصلنا. البنات ماشيات معايا في التحديات، كل وحده دير على القدر ديالها، ماشي ضروري ديري معايا 52 اسبوع، ماشي ضروري ديري معايا 20 درهم نهار، ماشي ضروري ديري معايا 2 دراهم كل نهار تضيفيها، كل اسبوع تزيديها 2 دراهم، ماشي ضروري. المهم ديري درهم 2 دراهم 3 10 5 6 7 100 درهم 200 درهم انت وجهدك،
غير المهم تحدي نفسك وكوني قويه ويكون عندك العزيمه وما تخجليش من نفسك. ما عمرك تقولي الناس تشوفني اش غاد ناكل واش غاد نشرب، وهاد الناس ما كتهت الناس واخا تشوفك وتعيبك، ولكن ملي تجلسي معاها ويكون عقلك نقي وتعرفي تهضري وتكون عندك افكار وتكون مستواك ثقافي يعني لاباس به، هذا هو انت اللي كتفتخري وكتكوني سميتها افتخار بالنفس، افتخار عندك افتخار بالنفس، وهذا هو المهم. اما اش لابسه ولا شيء، المهم راه هاد الملحفه هذه طلعت لكم بها في الراس، ولكن انا راه ما عندي هكا، عندي الملاح شتهم في الماريوات وداك الشيء المالي ديالي، ولكن كنجيب الحاجه اللي قريبه مني ونقيه وصافي. هادشي اللي زعما هادشي اللي طلعت لكم في هاد الملفه، دار الفيديو راه جديد، راه كنسجل لكم اليوم 6 في شهر 11. هذا هو حبيباتي، نتمنى هاد الفيديو نكون عطيتكم فيه رؤوس اقلام، فدتكم فيه، نتمنى يكون فيه رسائل واضحه، تفسيرات واضحه. حبيباتي البنات اللي كيقولوا ما كتجاوبيناش، راني الاسئله المهمه كما قلت كنهزها عندي باش نجاوبكم عليها، ولكن راه ضيق الوقت كما شفتوا هذا الشهر اخر شهر 10، وهاد الايام كلها عندي طلبيات، راني كنحيد من وقتي باش نحاول ندير لكم فيديو. والله عندي الفيديو ديال الكافتير باقي ما درت له المونتاج، الفيديو ديال الدريرات ديال الراس باقي ما درت له المونتاج، وعندي بزاف خاصني ندير المونتاج والصوت، يعني نعاود لهم الصوت. لهذا حبيباتي الغاليات عندي بزاف ديال الاشياء، عذروني، كنطلب منكم تسامحوني، وني بكم وراني نحبكم كاملين.